اتفضل استاذ محمد. الو، السلام الو. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ ازيك محمد. حضرتك يا شيخ؟ فضل ونعم الحمد لله. كل سنه وانت طيب. حضرتك بمناسبه المولد النبوي ان شاء الله، وحضرتك طيب وبصحه وبسلام ان شاء الله وبسعه الرزاق ان شاء الله. الله يكرمك يا فندم، وربنا انا يفرحك متابع بحضره النبي. حلقاتك كل يوم والله، يعني حاجه جميله جدا جدا والله بصراحه. الله يرضى عنك، ربنا يفرحك بحضره النبي ده على الدوام يا رب. يا رب يا رب، احنا وانت ان شاء الله. اتفضل يا استاذ والله محمد. حضرتك دلوقتي انا عندي يعني مريض، يعني كبر السن بقى حضرتك، نعم، وانا المسؤول عن رعايته كامله متكامله من الالف للياء. نعم. فدلوقتي حضرتك انا يعني حاله المبنى تعبانه شويه، ولي اخ تاني حالته متيسره. فوالدي انا بقبض المعاش كل شهر، طيب، فبيقول لي ايه، خد مبلغ معين لاولادك، ده ليك انت، كل طيب. شهر تاخده ليك انت، طيب ليا انا بس. طيب فانا لحد دلوقتي انا معترض معاه، انا حاسس ان دي حرام. يعني بص يا ليه اخوات بص تاني برضه بص 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 يا سيد محمد، أول حاجة إن والدك مرض والدك لا يعني الحجر عليه، بدل والدك بيقام بكامل إرادته وبكامل أهليته، فهذا المال الذي عنده يجوز أن يتصرف فيه كيفما شاء ما دام هو ليس محجورا عليه، بما إنه هو كامل الأهلية وكامل الملكية لهذا الراتب، لأن الراتب ده باسمه مش باسم حد تاني، فله طبعا أن يتصرف به كيفما شاء. طبعا نعمل إيه في حديث النعمان بن بشير اللي هو سووا بين أولادكم في العطية؟ سووا بين أولادكم في العطية ده على سبيل الندب مش على سبيل الوجوب، فإذا أعطاك أبوك شيء فأعطاؤه ليك صحيح وجائز، لأن سيدنا أبو بكر ميز السيدة عائشة وأعطاها شيئا من أعطاها جزازا من النخل، وبكده ما كانش يرتكب الحرام، ولكن ده كمان في ميزة هنا، يعني باتفاق الفقهاء والدك الذي يفعله دوت صحيح، لأن في ميزة نوعية، أنت اللي بتقوم على رعاية والدك، فعطاؤه لك هذا جائز وليس فيه شبهة حرمة. واضح يا سيد محمد؟ وربنا يبارك لك ويجعلك دائما بارا بوالدك إن شاء الله.